هذا واكد المستشار محمد عبد السلام الامين العام لمجلس حكماء المسلمين ان الهدف من عقد هذا الملتقى هو تعزيز التعايش والاخوه الانسانيه هذه المؤسسات الحاضره معنا اليوم تعمل من اجل هدف واحد وهو تعزيز التعايش والتسامح والاخوه الانسانيه هدفنا واحد وطريقنا واحد واعتقد ان كما قال البابا فرانسيس في في خطاباته الاخيره قبل زيارته الى البحرين، وقال الامام الاكبر ايضا ان الاخوه الانسانيه هي طريق مشترك للبشريه. واقتبس كلمه لاحد المفكرين قال ان هذا القرن اما ان يكون بالدين او لا يكون. نحن معا سنبني الجسور ونعزز التعايش ونمنح الامل للاجيال القادمه.